سوف نتحدث في هذه السنة الدراسية عن محورين في العقيدة الإسلامية. المحور الأول العقل، وأين موقع العقل في العقيدة الإسلامية؟ والمحور الثاني القرآن، وأين موقع القرآن في العقيدة الإسلامية؟ سوف نكتشف أن هناك حول العقل رؤى متضادة. الرؤية الإسلامية شكل، الرؤية العلمانية شكل آخر. الإسلام أول من آمن بالعقل ودعا إلى اعتماد العقل واعتبره حجة شرعية قبل الأنبياء. مع ذلك اليوم عندنا مبادئ تدعو للعقلانية. هي هاي العقلانية اللي تبيح غزو الشعوب وذبح الشعوب بعنوان مصالح حياتية وبعنوان هذه العقلانية اللي تبيح استخدام القنبلة الذرية ويصفون هيروشيما وناغازاكي. هاي عقلانية. هذه العقلانية اللي تبيح الشذوذ الجنسي، هذه المثلية، هي عقلانية يعني. هاي العقلانية اللي جعلت الدول الكبرى اليوم هي الأول في انتحار الشباب والفتيات. عمر 20 سنة ينتحر لأن أكو فراغ روحي. هي هاي العقلانية. ماذا يقول الإسلام في العقل؟ وماذا تقول العلمانية الحديثة في العقل؟ أكو افتراق في الطريق. الإسلام يقول أول ما خلق الله العقل، يعني إذا أكو مقدس في خلق الله تعالى هو العقل. مقدس قبل آدم، قبل الأنبياء، قبل البشر، أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. العقل بالإسلام هو أي مهم. أكو فرد عابد من العباد، جزيرة من الجزر، جزيرة جميلة حلوة خضار ماي، قاعد يعبد هناك، قاعد يعبد. أكو ملائكة مر عليه، هسه ملائكة عنده شغلة، الله تعالى كلف هذا الملك بشغلة من الشغلات. بطريق الملائكة شاف هذا هيك عابد، الله شلون عبادة هاي. صعد إلى الله تعالى، الرواية على سبيل الرمزية والحكاية، قال له إلهي شفت عبد من عبادك يعبد عبادة ما صاير مثله، أنا ملك متعجب بعبادته، شنو أجرى عندك هذا يا إلهي؟ هذا إيش تطي؟ تطي جنة قليل. الله تعالى أوحى له الملك أنه إلفت مرتبة كلش منخفضة بالجنة، يقعد بباب الاستعلامات كل شيء ماكو. تعجب الملائكة، قال إلهي شلون يصير هذا العابد تنطيه هيك مرتبة شنو؟ قال له تريد تعرف الحقيقة؟ انزل يما شوفه شنو. خوش نزل، قام يصلي وراه معجب بعبادته بكذا بكذا، على شكل إنسان. هذا الملائكة صار على شكل إنسان. بالأثناء قال له أنا هواي معجب بعبادتك، تسمح لي أبقى وياك أتعلم منك؟ قال له إيه.
قال لها هاي شلون مكان انت بيه، هاي شلون نعمه، هاي كاليفورنيا، هاي هذه سواحل حلوه وخضار وجنات، هاي شنو؟ قال لي ايه، ولكن مع الاسف الله خالق هذا الخلق كله، هالجمال خلق الله خالقه كله، ولكن الله ما عنده حمار ياكل هذا الحشيش، محرمه، الله ما خالق حمار هنا حتى ياكل هالحشيش. ملائكة تعجب، قال وقلبه قال حق الله يخلي كتب الاستعلامات، انت عقلك هو هذا. طبعا اعتذار من الاستعلامات، انا مقصودي يعني مو مهمه استاذي هذه البشريه، مهمته خلاص مهمته بسيطه، كلش بسيط، مرتبته بسيطه. صعد الملك الى الله تعالى، قال له الهي صحيح اللي انت تقوله؟ قال له الله تعالى الناس منازلهم على قدر عقولهم، هذا يعبد بس عقله شوفه شنو، متاسف ليش الله تعالى بهاي الجزيره ما خالق حمار، هاي مستوى عقله، مستوى عقله هذا. احنا اليوم ما عندنا درس ولا هاي محاضره لكم، هاي كلها مفتاح الطريق، مفتاح نريد نبدي شوي نتعرف عليكم اول يوم. وهاي موضوعاتنا، المحور الاول العقل وموقعه في الاسلام، والمحور الثاني القران وموقعه في الاسلام. القران شنو موقعه؟ مقدس، معصوم، هو المصدر التشريعي. القرآن معصوم من التحريف، لو ما معصوم من التحريف ماذا نقول؟ نقدر نحتج به لو ما نحتج به، متشابهات، محكمات، هو هذا موضوعنا الثاني، القرآن وموقعه في العقيدة الإسلامية. أن القرآن هو هذا كلام الله، لو هذا كلام النبي، القرآن واحد يقول أن هذا القرآن اللي احنا نقرأه مكتوب عليه مصحف عثمان، بالطبع جوه شوفه مصحف عثمان، زين هذا القرآن هو القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو بي شوية زايدة ناقصة كذا، مهم أخو خلوا له زايدة ناقصة، قالوا أنا مدينة العلم وعلي بابها، خوش حج، قالوا وأبو بكر محرابها وعمر شباكها، زين رسول الله قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هم ملزقوا بها، وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، مشت كيفه فضائية بيدهم، لا أحد يقدر يعترض، لا أحد يقدر يحكي، والناس مساكين مستسلمين. هسه السؤال اللي أنتم تسألوه شباب، أن هذا القرآن الكريم يعني من يقول ما تلعبوا به؟ وإذا كانوا متلاعبين به إذن هو اليوم مو حجة علينا، شلون احنا نحتج بهذا؟ مو كلام الله، مثل التوراة والإنجيل شلون تلعبوا به؟ إذا القرآن الكريم سقط، إذا يعني بعش بقى من ديننا. فالسؤال هذا، أن هذا القرآن اللي بيدنا هو نفس القرآن اللي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا نحن نقول نعم هو نفسه بلا زيادة ولا نقيصة، والله تبارك وتعالى هو الذي عصمه من التحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا بحث، أنا فقط جاي أنطيكم العناوين. القرآن الكريم هو كلام الله، مو احنا شو نقول؟ صح، القرآن الكريم هو كلام الله، أنزله على قلب النبي، هنا يجي كلام أنه كلام الله تبارك وتعالى، شلون يصير كلام الله؟ وإنما هذا هو كلام النبي، هذه إثارات نسميها، هذه نسميها تشكيكات، حتى يسقط القرآن من أيدينا. إذا سقط القرآن من أيدينا بعد ما بقى شيء، السنة تحرفت وأهل البيت انقتلوا، القرآن هم ما تسقطوا من أيدينا، إذن راح نصير مثل العلويين، كل شيء ماكو،
القرآن وموقعه في العقيدة الإسلامية. زين، هسه هذا موضوع حديثنا، لكن أنتم ما تتصورون أنا أحكي لكم أصول الدين وفروع الدين والأدلة على وجود الله، ذن يكون بحمد الله تعالى أنتم متجاوزين، كون نحكي لكم فشي جديد. شباب كون ما سامعين، شباب كون يتفاعل هذا الحديث ويقلوبهم، إيه والله هذا حكي صدق، خوش حكي، شنو كذا. كتابة تكتبون الدروس، هاي واحد. اثنين، عندنا كتابين راح يعطوكم ياهن، هن يصيرن مصدر لهذا الدرس بالجامعة، ينطوكم ياهن يبيعوهن ما أدري. هو الكتاب الأول العقل، دفاع عن العقل، الكتاب الثاني دفاع عن القرآن. هذن راح يصيرن محور درسنا إلى آخر السنة إن شاء الله تعالى. هسه السؤال انتو شو تقولون الجامعة الإسلامية وين وصلتوا، شلونكم، ايش لابد نسوي، شباب دوركم شنو، بنات دوركم شنو. انا بالنسبة لي يا اولادي وبناتي راضي جدا عن مسيرة الطلاب والطالبات، مسير يتناسب نسبيا طبعا مو بالمطلق، ولكن المطلوب أكثر من ذلك. يعني أنتوا كلكم يسألوكم أنتوا وين طلاب، تقولون بالجامعة الإسلامية. هسه بناهم واحدكم صاي صلاة الليل يصلي زين، أو نوافل يسويه، ويومي يختم لي 10 أجزاء القرآن، وحافظ لي دعاء الجوشن الكبير. هذا الطموح وهذا التوقع وهذا التطلع من الناس للجامعة الإسلامية خش على أرض الواقع مو هيك. أنا صح راضي وضعكم بحمد الله تعالى زين، ولكن دون المطلوب. أنا أشهد أنه عندنا شباب، نعم الشباب، عندنا طالبات، نعم الطالبات، عندنا سلوك أخلاقي جيد، عندنا التزام ديني جيد، بناتنا أولادنا. لكن تعالوا يا أولادي، أنت البنات نقدر شوي نرتفع بعد درجة أكثر، لو ما نقدر، لأن هو تدرون أنتوا حتى الإسلام، هو الإسلام اقروا هاي الرواية، الإيمان 10 درجات، درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، 10، 10 من يوصلها؟ اللي الرواية تقول 10 وما أدراك ما 10، أفراد قلائل يوصلون للدرجة 10. خوش، الإسلام مراتب. هسه السؤال أنا وياكم، إحنا وين واصلين إلى درجة؟ خلي نقول رابعة، ما يخالف، نقدر نصعد للخامسة؟ إذا واحد واصل للخامسة نقدر نصعد للسادسة؟ سادسة نقدر نصعد للسابعة؟ الإنسان يقدر، الإنسان يستفيد، مثل العلم، مثل تجارب الحياة. إحنا أول ما كنا أطفال خو كل شيء ماكو الحمد لله، بس أنا عندي طفل بالبيت، طفلة أحفادي، أعطيهم قلم خلوه بحلقهم، أعطيهم سبحة خلوه بحلقهم، لعابة كل شيء بالحلق، يعني ماكو شيء مفهوم غير مفهوم الأكل، ماكو طفل عنده غير مفهوم، كل شيء تعطي. قرآن هسه قرآن هام يخلي بحلق. إذن هو الإدراك من الصفر بدأ، بس تدريجيا إلى أن صرت الحمد لله الآن بالجامعة الإسلامية. خوش تطورنا. يعني السؤال حقيقي يا أولادي، هذا سؤال. هسه احنا اترك موضوع الدرس والمحاضرة، أن الإنسان يقدر يتطور بحياته في السلوك إلى الله تعالى لو ما يقدر يصعد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد، بس هو غير علمنا شلون نصعد ويا. الصلاة معراج شنو؟ مؤمن. معراج يعني معراج درجة، يعني تصعد
إذن أكو مجال، أكو إمكاني. أنت الآن في الجامعة الإسلامية تستطيع أن تعرج في عمرك وفي شبابك، كما الآن حدث. أنا سأعتقد هيك، ما أدري تأيدوني لولا، أنا أعتقد أن الطالبات والطلاب هسا أحسن من قبل سنتين، قبل سنتين أحسن من قبل 3 سنين، جاي يصير رشد وتكامل في الجامعة الإسلامية، جاي يصير. الحقيقة أقول لكم الحمد لله طالباتنا حقيقة من واحد يشوفهم يقول صدق ذول جامعة إسلامية. طلابنا نص ونص، نص ونص. شو تقول عم الشباب؟ لو لا 100%، لا نص ونص، نص ونص. أنا أدري معاناة الشباب شنو، أنا أدري الصعوبات، ولكن يا أولادي الإنسان قادر على أن يعرج إلى السماء. عجيب الإنسان، الإنسان قادر. الإنسان إذا ارتبط بالله تبارك وتعالى يصير عنده قدرات عجيبة، مو بس القراية والعلم وما شكل، لا تفتح له آفاق. الإمام علي يقول علمني رسول الله 1000 باب يفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني درس 1000 محاضرة يا أخو، مو 1000 محاضرة، انطار رموز رموز رموز. هذه أيام، أيام حج، وإحنا قادمين على أيام محرم الحرام، خلينا أسوي لكم في السالفة من الحج. القصة يا أولادي، القصة يا أولادي، قبل 30 سنة، قبل 30 سنة، قبل 30 سنة هالصف كل هالمخلوقات إتن كل شيء، ولا وحدة عمرها صار 30 سنة، أكو كلكم مخلوقات، أنتوا والله ما حسب الظاهر كلكم مخلوقين، كلكم مخلوقين، ليش كنتوا هواء ماكو شيء. يمكن 32 سنة أنا رحت للحج، الله تعالى رزقني الحج، خوش طواف ومناسك وعرفة ومنى ومزدلفة وسعي بين الصفا والمروة، إذا أنتوا تشوفوهن ممكن تعرفون بعض، ما تعرفون بعضهن. عندنا إذا الحاج خلص أعماله والمناسك أكو فرشي مستحب، مستحب اسمه طواف الوداع، يعني تودع الله تروح تطوف 7 مرات، اسمه طواف الوداع، هذا مو واجب، آداب، آداب. اسمه شنو؟ طواف الوداع. أنا رحت أطوف طواف الوداع وعندي تجربة أن طواف الوداع يعني يجب أن يصير وداع الحبيب لحبيبي، يكون يصير طواف صدق، إذا ما أبكي، إذا ما تدمع عيني، إذا مو قلبي يرق، هذا مو وداع. شكلي جسمي يطوف، المفروض أتفاعل، أتفاعل لدرجة حقيقة يصير عندي شعور بأني الآن ملتقي مع الله تعالى وجاء أودع، المفروض هو أمشي صحيح. رحت طفت 7 أشواط، ما اجتني روحية، لا دمعة لا رقة قلب، هوسة وحارة وما اعرف شنو، تعبان. رجعت للفندق، بس هذا اشطبت عليه، قلت هذا طواف مو طواف وداع، انا هذا ما يصرف لي هذا. اردود رجعت، استراحيت شوية كذا، اغتسلت مرة أخرى، غسل دخول المسجد الحرام مستحب، اغتسلت كملت كذا، أردود رحت أطوف طواف وداع ثاني، ذاك الأول قلت ما مقبول، طبعا هي أشياء مستحبات. رحت طواف الوداع الثاني،
والحكي هذا السيارات الباصات منتظرتنا اللي يكون ساعة بالأربعة بالخمسة العصر نحرك الخمس بعد أنا أكون بسرعة أرجع. رحت يا بنات ويا طلاب وطالبات، طفت الشوط الأول ما صار عندي تحول روحي، يعني تفاعل ما صار عندي. الشوط الثاني هنا سبع أشواط سبع مرات، الشوط الثاني يسموه ما صار عندي. أشوف المصريين ماليزيين أندونيسيات عرب أوروبا أشكال ما يحكون عربي يحكون عربي، أحاول أخلي أذني يمهم عسى أن تأتيني فت كلمة تلهب عواطفي مع الله تعالى. إحنا حافظين نقرأ أدعية اللي عندنا شكثر ما حد حافظ بقدنا، بس هذا ما جاي يحرق ضميري. قلت لعل فت يعني يعطف قلبي على مشهد يخلق عندي تحول. ماكو فايدة، منا أباوع منا أباوع، يا إلهي وصلت للشوط الثالث خلاص، وصلت للشوط الرابع، بقالي أنا كل ثلاثة أشواط سيارات منتظرة. أنا أتعامل نفسيا إذا ما نجحت في هذا الطواف الأخير يعني أنا مو معلوم حج مقبول. أنت تحب واحد أنت تهيس أنه هاي المحبة صدق لو مو صدق، صح لو مو صح. وصلت للشوط الرابع، الشوط الرابع على وشك النهاية، الركن ما قبل الأخير، أربع أركان الكعبة، الركن ما قبل الأخير، الركن اليماني يسموه، يعني باتجاه اليمن، هذا يماني وهذا عراقي وهذا شامي، هي على أسماء الاتجاهات الجغرافية. هذا الركن اليماني هو ما قبل الحجر الأسود، ركن اليماني. وأنا جدا متلهف أنه يا إلهي أعني ساعدني شو أسوي، متعب دنيا حارة شمس كذا، وين واحد يأخذ الوهس وأريد أرجع ومستعجل. بس على كل حال سألت الله تعالى أن يعيني اللي يصير عندي تحول قلبي. في هالأثناء وصلت أنا للركن اليماني وإذا رأيت أعرابي شن ابن البصرة شن ابن اليمن شن ابن خوزستان، جماعتنا شايب يمكن فوق الخمسين عمره مثل الفلاح ابن قرى ابن بادية، هذا صار قدامي. أنا جاي أمشي هذا صار قدامي تماما، وأنا قلت لكم خال إذاناتي أسمع هذا شي يقول هذا شي يقول شي يقول، هذا سمعته أعرابي لا يعرف قرآن لا يعرف مثلنا دعاء الافتتاح ودعاء الإمام الحسين في عرفة، ما يعرفه، بس سمعته يحكي في الدحشاية الله أكبر وجاي يطوف بها. شنو الحكاية يا عمي شنو؟ أنا ما مسوي في لكم يا هاي القصة قبل، أنتوا العام درستوا عندي أول عام أول، أنا مسوي في لكم يا مستو ناسيها. سمعت هذا الأعرابي يطوف وأشوفه نضوعة وكتفة كلش تعبان بس حلو يعني في لغته يطوف، شي يقول إلهي عبد واقف على الباب ينتظر منك جواب، حكي مع العرب ما يعني، بس عبد واقف على الباب ينتظر منك جواب، عبد واقف يمشي بهذا، عبد واقف على الباب ينتظر منك. أنا بمجرد أن سمعت هالكلام سيطر على قلبي وانهاريت في اللقاء مع الله الحبيب. هاي شلون لغة حلوة، إلهي عبد واقف على الباب ينتظر منك الجواب، هواي يسوي عندي تحول. أصلاً تمام صار الحج مالتي اعتبرته خلص بعد، هو هذا الحج. عبد واقف على الباب ينتظر منك
جواب، صار عندي تفاعل وقلت قمت امشي وراه، صار بعدين راح مني ما ادري، بعد انا اخذت الحكايه اخذتها وقمت انظم وياه. عبد واقف على الباب ينتظر منك، ولما انطيت الجواب رد يطالب بالاياب. قلت له الهي هاي اعطيتني اياها، السنه الجايه موديني الحج. ولما انطيت الجواب رد يطالب بالاياب، والله رزقني السنه الجايه. الله يرزقكم. من منكم حج خير فعيده؟ الله. من منكم حجي خطر فعيده؟ خوش خوش. تدرون شو المعنى؟ معنى انتو اثنين، معنى انتو اثنين، اما واما. نسوي قسمة عقلية، نسوي قسمة عقلية. انتو اثنين، لو انتو مظلومين وهو الصحيح، لو انتو ظالمين، مو ظالمين، لو انتو مظلومين وهذا صدق، انتو مظلومين، مظلومين شباب والمكة جيرانتنا حتى مش هم نوصل ليه، يعني بالنسبة لأهل اندونيسيا وأهل الصين وأهل استراليا خوعناي ويا خطوتي، صحيح سيارة كل شيء، إمكانية الحمد لله عندكم إمكانية، يعني مو ذي كل شعبنا شعب غني، خلوا بالكم يمي. ولكن زين متوفرة، طائرات متوفرة، سيارات متوفرة، كذا. يصير أن شبابنا وبناتنا الآن ما رايحين الحج، هذا يعني مظلومين، مظلومين. الحج هو مو بس للشباب، الحج هو للشباب ومو بس للشباب، الحج هم للشابات، كلكم ترحون للحج إن شاء الله تعالى. هسا أنتوا لو مظلومين لو شنو؟ ظالمين. شلون يعني ظالمين؟ يعني فد واحد الله منطي قدرة ومنطي فلوس ويقدر بس ما يروح، يروح لتركيا باسطنبول. شو أنت بدل ما تروح لتركيا أخو روح للحج أول، يروح لأوروبا مثلا، يروح يخسر له فد كم ألف دولار بشقلاوة، أخو ذني جمعهن سنتين. هذول أنا رحت الأندونيسيا يا بناتي، رحت الأندونيسيا شفت في شيء عجيب عندهم، يعني راح يثبت عندكم حقيقة والله شيء عجيب. يعني واحد يحكيها يستحي، ما يحكيها هي حقيقة، بس هم ما نقدر نحكيها. يعني واحد يخجل من روحه من يشوف ذيك الشعوب. أندونيسيا، وين أندونيسيا مقطوفة؟ لا عربي يعرفون، لا قرآن، لا كذا كذا كش. ولكن يا شباب هم يترسون الحج، هم ذول الأندونيسيين ماليزيين، تدري شو مسوين؟ ودوني المسجد اسمه مسجد استقلال. هاي وين؟ وين؟ جاكرتا. جاكرتا عاصمة أندونيسيا، حلوة حلوة جاكرتا. ودون المسجد اسمه مسجد الاستقلال، عمره 48 سنة المسجد، هو بذكرى استقلال الأندونيسيا، كانت مستعمرة، ممكن مستعمرة بريطانيا، مستعمرة فرنسا، استقلت عمره 48 سنة. هذا المسجد سموه مسجد الاستقلال، فد مسجد محترم يعجبكم، شيء لطيف بالهندسة كذا، أول مرة أشوف مسجد. يعني هم منا ومنا كلها بساتين خضار زين، هي منطقة حارة طبعا، بس شو مسوين الخطة؟ وهذا مسجد بقدها القاعة مثلا فت عشر مرات، ياخذ نفترض فت 10,000 مصلي، شو مسوين؟ هذا الطابق الأول في المسجد، هم طبعا محاط داير داره بسياج يعني، ولكن هذا المسجد الطابق الأول ما بيه جدران، كله مفتوح، فيجيك الهواء نسيم يمر على الماي على الخضار، يجي طب منه يطلع منه أبد. ستو مثلا خاني شبابيك صغار، هم ماكو حائط، هم ماكو، منا بساتين، منا بساتين، بس القاع مفروشة والنسيم يمر. هاي هندسة المسجد، مسجد الاستقلال.
وين كان حديثنا؟ كان حديثنا شفت بمسجد الاستقلال هنا مسوين فرشي اسمه الصفا، يعني على على هامش المسجد، على هامش المسجد مسوين فد ممر طوله 200 متر هنا مسوين بعنوان الصفا وهناك بعنوان مروة، وهاي الأرض كلها كاشي مرتب مرمر كذا. قلت لهم هاي شنو؟ قال هاي احنا على طول السنة، طول السنة، على طول السنة الشباب المؤمنين كذا ياخذون التراي مع الحج، ياخذون التراي يعني يسوون تدريب طول السنة حتى يتعلم شلون يروح للحج. عجيب. فتشوف هاي طول السنة رايحين جايين، لأن هم عندهم باستمرار عمرة وحج ما ينقطعون أبدا. زين هاي شلون؟ تبين شو مسوين؟ الدولة مالتهم، الدولة مالتهم اللي هي من الدول اللي سميت الإسلامية، عندنا باكستان الإسلامية اللي حبر على ورق طبعا كل شيء ماكو، أندونيسيا الإسلامية هم ماتخو مو صدق يعني، بس هي أصولها أنت قامت على أساس الإسلام بعدين صارت تفريغ المحتوى. تبين ذولا شو مسوين الدولة الإسلامية أندونيسيا؟ ذولا كل من يولد يولد أجل الدنيا يخلوا له كل شهر راتب، مثلا خلينا نقول 5000 دينار. الدولة تأخذ مثلا تأخذ من أبوه، من راتب الأبو، من مثلا ميزانيتهم الخاصة، كل من يولد يوضع له شهريا خلينا نقول 5000، 5000 إلى أن يصير عمره 18 سنة، هاي الفلوس تكفي ميزانية الحج. فأوتوماتيكي هو عنده بالبنك مثلا استحنا يأخذون 4 ملايين 5 ملايين، أنت عندك 5 ملايين هاي مال الحج. ولهذا تروح تشوف السعودية مملوءة أندونيسيين، وهذا المسجد طول السنة هم يأخذون تدريب صفا ومروة وكذا. أنت تشوف نفسك تخجل أو ما تخجل، هاي أندونيسيا، إحنا ما عندنا شيء. إحنا هسا كمثال طبعا هذا للمظلومية مالتنا، خلي أقول مظلومية. الآن أسألتكم سؤال أخو، أنا مو بالي طلاب قاعدين قدامي وطالبات 200 طالب حوالي، ولا واحد منكم رايح للحج. انت عمي رايح للحج؟ رفعت يدك. ايه ما رايح. يعني 200 طالب شاب ابن النجف طالب جامعة اسلامية لا رايحين عمره لا رايحين للحج، هذه خسارة مظلومية. انا ما اقول اكو واحد مقصر، اي لو بيدي كلكم اطلع لكم طيارة وديكم للحج، ولا ايد الله ويدك تشارج ما تودين. خوش يا عمو، هسه حديثنا وين؟ عن الجامعة الإسلامية. احنا باتجاه تعميق الهوية الدينية في الجامعة الإسلامية، تعميق الهوية الإسلامية في الجامعة الإسلامية. البنات بأفضل احتشام وحجاب، والأولاد بأفضل احتشام وحجاب. حجاب الحجاب عن المعاصي، واحجبني عن معاصيك. اللهم وفقنا لمراضيك واحجبنا عن معاصيك. شاب يضع على نفسه إطار يمنعه من المعصية. أنتوا يا شباب أولادنا أنتوا بلا شك في معرض المعصية، تستطيع أن تتكامل، تستطيع أن تطرد عنك الشيطان، تستطيع مو ما تستطيع. الحقيقة احنا بصدد تعميق
وترسيخ الهوية الإسلامية. المطلوب منكم يا أولادي حقيقة أقول لكم، المطلوب منكم المعونة والمساعدة، يعني لا تخلوني وحدي أنا حقيقة. أنتوا أولادنا، هاي جامعة مالتكم، أنتوا كلكم عندكم مواكب حسينية وأهل دين وحبابين وأهل صلاة وكذا، زين ليش هو الدين مالت يعني عمو لو مالتكم؟ المطلوب منكم المساعدة في هذا الأمر. الحقيقة أكو تطور، أكو تكامل، الآن بناتنا هواي وضعهم جيد، نريد بعد يصل أجود من هذا. هل تستطيعون أن تساعدونا؟ حجاب البنات حقيقة يصير مثل ما هي تقول إلهي أنت أرضى عني، أرضى عني، وفقني العافية، فد ابن حلال هم تطيني من أتخلص من الجامعة. وإذا الله تعالى أحب عبدا، شوفوا أولادي، وأحب بنتا، إذا الله أحب عبد أنطى بنت صالحة يسعد معها، وإذا الله يحب فد ابني ينطيها ولد صالح تسعد معه، السعادة مهمة. هذا مو بكيفكم ولا بكيفي، إرادة الله. مثل رقي ما ندري ايش يطلع، أحمر لو أصفر أنت ما تدري شنو تشوفه، الله هذا ايش قد ولد خوش ولد، لكن هو بوش. تشوفه البنية، الله شلون البنية، لكنه كل شيء. وين محل الشاهد يا أولادي؟ اسمع أقول لكم، إذا تردون الله يوفقكم، وهاي قضايا ترى مو بيد البشر، هاي بيد الله، هذا قسم حقيقة. تردون تسعدون بحياتكم، تردون الله يرحمكم، كونوا من أهل الله. الله يقول أنا أدللك، أعطيك قسمة زينة مثل العافية، هي العافية سبيلنا إحنا، كل شيء ما بيدك، تنام متعافي تصبح مثول، يصير لو ما يصير ما تدري شو القصد. يا أولادي الجامعة الإسلامية جامعتكم، إحنا نريد الوضع الديني، الحجاب، الصلاة، مناسبات الدينية، احتفالات، جايكم محرم الحرام، الصفوف، قعدة البنات، قعدة الأولاد. أنتم اعرفوا أن الله محيط بكم ويراقبكم. استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله. كونوا من الشاكرين، الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، كونوا دائما من الشاكرين، دائما على لسانكم الحمد لله، استغفر الله، الحمد لله، الشكر لله، هكذا كونوا، الله يحبكم، الله ينطيكم، الله كريم، لسانكم الحمد لله دائما، أحلى كلمة الحمد لله، الشكر لله، أستغفر الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.